السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج مايكروسوفت تيم كويس جدا في الاجتماعات وكويس جدا في الشغل. طيب لو حد عايز يستخدمه في الشرح هيقابل مشكلة، ألا وهي إن كل الناس سياسية، مفيش حد عنده سلطة أكتر في إن هو يتكلم والباقي كله يسمع. طيب عشان نعمل حاجة زي كده هقول له ميت ناو وجوين، تمام؟ المفروض لو في أكتر من شخص كلهم هيبقوا موجودين هنا، كلهم حضور، كلهم موجودين زي بعض بالظبط. فانت ممكن تيجي هنا وتقول له مانج بيرميشنز، هتلاقي هنا الاختيارات هو كان بريزنت ايفري وان، ولا يعني مين اللي يقدر يعمل يقدم العرض التقديمي او هو اللي يتكلم. فهقول له اونلي مي، فبس انا بس اللي من حقي ان انا اعمل بريزنت، وتقول له سيف. ترجع تاني للمايكروسوفت اللي هو الميتنج، سيف. هتلاقي بعد كده الباقي هيبقى مجرد بيستمع او مجرد ان هو موجود، وانت بس اللي محاك ان انت تعمل البرزنتيشن، ومحاك ان انت تبدأ العرض او تشرح للطلبة اللي موجودين.